للحديث أكثر حول استقبال رئيس مجلس الشورى وفدا من مجموعة أصدقاء البحرين في البرلمان الأوروبي، يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى. مرحبا سعادتك في نشرة الثالثة، نشكرك على قبول الدعوة. لا شك أن هناك أهمية كبيرة تكتسبها زيارة الوفد البرلماني الأوروبي لمملكة البحرين، حدثنا عن أهمية هذه الزيارة وما هي أهم المواضيع التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع مع معالي رئيس مجلس الشورى. مساء الخير طبعا، وانتهز هذه الفرصة لمسي بالخير عليكم وعلى السيدات والسادة المشاهدين، وأشكركم كذلك على هذه الاستضافة. بداية طبعا كما تعرفون بأن الزيارات البرلمانية ابتداء هي تعزز دور المجلس التشريعي، وكذلك هي تدعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترجمة أهداف المشروع الإصلاحي الذي دشنه سيدي صاحب الجلالة حمده الله ورعاه. وتعد كذلك هذه الزيارات جزء هام مما نطلق عليه نحن كبرلمانيين الآليات الوطنية التي تبين ابتداء المنجزات سواء في مجال حقوق الإنسان أو في مجال الحريات أو في مجال التشريع. وهذه الزيارة طبعا تعد أكيد مبادرة جديدة في مجال تعزيز الشراكة وتحقيق الاستفادة وتبادل الخبرات مع البرلمانات الصديقة أو الشقيقة. بالعودة طبعا إلى سؤالك وحول أهم مدار اليوم في الاجتماع، اليوم طبعا حضرت مع مجموعة من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى استقبال الأخ علي بن صالح الصالح رئيس المجلس لوفد مجموعة أصدقاء البحرين في البرلمان الأوروبي. طبعا اللقاء اليوم تناول الكثير من المواضيع العامة ابتداء ما حققته مملكة البحرين من نهضة شاملة سواء في مجال تعزيز الحقوق أو الحريات، ما قدمته مملكة البحرين للمواطنين والمقيمين سواء على المستوى التشريعي أو المستوى الآليات المؤسسية. تطرق المشروع كذلك إلى الرؤية السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، وكذلك ما عززته هذه الرؤية من مكانة لمملكة البحرين إقليميا ودوليا. اليوم كذلك في الاجتماع تم استعراض الإنجازات التنموية، الإنجازات الحضارية التي تشهدها البحرين، والتي كذلك تعد ثمرة للدعم والاهتمام من قبل القيادة الحكيمة، وتأتي كذلك في إطار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. تناولنا كذلك اليوم في الاجتماع الدور المحوري والمهم الذي تطلع به السلطة التشريعية وبالأخص طبعا عن جانب الشورى. تحدثنا اليوم عبر ممارسة مجلس الشورى لدوره الدستوري كأحد السلطات الثلاث هو والمجلس المنتخب بالبرلمان، تكلمنا عن التكامل والتنسيق مع السلطة التنفيذية، تحدثنا كذلك مع وفد أصدقاء البحرين في البرلمان الأوروبي عن تعزيز منظومة التشريعات الوطنية التي تدعم طبعا مواضيع مختلفة، تحدثنا عن دعم وتعزيز حقوق الإنسان، تحدثنا عن التعايش المجتمعي، تحدثنا عن احترام التعددية، تحدثنا عن نشر قيم التسامح في المملكة، وتحدثنا أكيد كيف نستطيع أن نطور يعني البحرين من الناحية التشريعية على كافة الأصعدة سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية. إذا أذنت لي في عجالة أود كذلك أن أؤكد بأن وفد الاتحاد الأوروبي قد أشاد بالبحرين، أشاد بما تشهده مملكة البحرين من نهضة شاملة في مختلف المجالات، خاصة هو تحدث عن مجال حقوق الإنسان، تحدث بأنه يشيد أن ما حققته البحرين من في مجال التعليم، في مجال توفير الخدمات الصحية، التنمية الاجتماعية، تعزيز الأمن، ومواضيع كثيرة. ثمن كذلك اليوم وفد الاتحاد أو وفد أصدقاء البحرين في البرلمان الأوروبي عن تحدث وثمن كذلك الجهود المشتركة التي بذلتها مملكة البحرين لمكافحة انتشار جائحة كورونا، وأشاد بما قامت به مملكة البحرين، وقال بأن ذلك يعني يبين بأن البحرين قد حققت ذلك من عبر فريق البحرين، وأن البحرين دائما قادرة كما هي وفرت الصحة والسلامة للمواطنين وللمقيمين على السواء، هي قادرة دائما على أن تحقق المزيد لمواطنينها وللمقيمين. صراحة شعرنا أكيد بالارتياح لما أفاد به أصدقاء البحرين في البرلمان الأوروبي. نعم، سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.